السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم بين الكلمات. 20 محافظة و20 موهبة، 20 موهبة من 20 محافظة ظهروا من خلال برنامجنا. برنامجنا دايما بيعتمد أنه يوصل لأكبر عدد من المواهب على مستوى الجمهورية وكمان من الدول العربية، في ناس شاركت معنا من خلال برنامجنا. البرنامج إن شاء الله هيكون فيه مفاجآت كبيرة وكتيرة الفترة الجاية، وغير كده في جروب بتعمل اسمه جروب بين الكلمات. جروب ده مخصوص للمواهب، لعرض المواهب البادئه والمواهب الجديده. الجروب ده فيه اكتر من صحفيين، اعلاميين، مقدمين برامج، ناس مديرين مواقع الكترونيه، كل دول هيقدروا يساعدوكم انكم تظهروا مواهبكم اكتر. في البدايه هيكون معانا النهارده 2 مبدعين، رسامين جرافيك، رسام ورقي، ومعانا كاتب جميل جدا هنتعرف عليهم من خلال برنامجنا. هنتعرف بالاول بالرسامه الجميله والفنانه اروى صالح. ازيك اروى؟ الحمد لله دايما. ومعانا طبعا الفنان الجميل محمد ضياء. اخبارك يا محمد؟ والكاتب احمد الشبوري. اخبارك يا احمد؟ تمام الحمد لله. نبدا مع باليمين اروى، عامله ايه؟ الحمد لله. اروى، في البدايه ازاي اكتشفت موهبه الرسم عندك؟ وانا صغيره كنت مثلا كنت برسم كتير في البيت يعني كده. يعني رسومات عاديه، مثلا رسومات كرتون سبونج بوب مش عارفه ايه وبتاع وكده. فوالدتي شافت رسوماتي وكده، وانا بقى قلت انا عايزه ان انا ابدع يعني اطور في الرسم وكده. وخلته بدأت انها تشوف لي مكان عشان اخد فيه كورس، وماما شجعتني جدا ووالدي برضو، واخدت كورس وطورت فيه، وبقالي 3 سنين برسم بالرصاص واحترفت الرصاص الحمد لله يعني، وببدأ في ألوان الخشب وكده. تبقى دي موهبة انت حباها يعني؟ في البداية كنت حابة الرسم؟ كنت حابه جدا، وكنت برسم حاجات كتير قوي وانا صغيره، فاللي هو مش كان في دماغي، بس انا بقى قعدت اطور وقلت عايزه اطور فيه وانا صغيره يعني، وانا في ثالثه اعدادي كده. جميل. محمد، طبعا رسمتك انا اريدها وانا اريد رسومات اروى. كلمني ازاي انت اكتشفت موهبه الرسم عندك، وبالذات الالوان والدمج والكلام ده كله؟ انا وانا صغير برسم رصاص عادي ومقفح من سن مثلا 5 سنين وانا صغير. والدي رسام في الاساس، واخواته واخد الموهبه منهم عائليه من ناحيتين، من عائله الام، جدي برضك رسام. فانا حبيت ان انا اقلده. مع الوقت وصلت لغايه سن 17 سنه كنت بلعب كوره، مش مهتم بالرسم اصلا. اصحابي كانوا بيفتحوا بلاي ستيشن وكده، فمحتاجين رسام جرافيتي. فهم شافوني ان انا برسم على الورق كويس، ومثلا عارف الالوان كويس. عرفت الالوان ازاي وادرجها كويس. ما كنتش شغال نقاش، عارف الالوان كويس واعرف ازاي امسك الفرن. تمام. فرسمت لهم في المحل، والرسومات طلعت حلوه الحمد لله وعجبتهم. وفي نفس الاسبوع رسمت في 4 اماكن مختلفه. دي كانت البدايه. دي كانت البدايه. جميل ما شاء الله. احمد، كلمنا عن روايتك. طبعا انت ليك الروايه، هنعرض صوره الروايه بتاعتك. كلمنا عن الروايه بتاعتك ازاي، يعني بدات كتابتها امتى، خدت منك قد ايه وقت؟ كلمنا عن مشروعك الادبي. روايتي هي بعنوان من قلة البابل، من قلب تل أبيب. الرواية دي بتتكلم عن مشهد تحرير فلسطين. بعرض فيها تصور عام وتصور خيالي عن مشهد تحرير فلسطين، تصور كامل. وبدعم فيها فكرة الجاهدية من قبل القضية الفلسطينية ضد إسرائيل. لم أبغي من الرواية الأولى نجاحا باهرا ابدا، ولكن الروايه الاولى كان بالنسبه لي لاكتساب وكسب الخبرات ليس اكثر. وده اللي حصل بالفعل. الروايه كتبتها في سنه واكتسبت خبرات، عرفت خبراتي مع دور النشر، مع القارئ، ومع الكتابه والنص الكتابي، وفعلا اكتسبت الخبرات اللي هتساعدني في المشروع الادبي. فكره المشروع الادبي بالنسبه لي هو الدمج بين الكتاب والروايه. طبعا الكتاب بيحتوي علم مثقل، اما الروايه بتحتوي على قصه تناقش قضيه فيها نوع من الاثاره. فكره الروايه بشكل اوضح بتعتمد اكتر ان القارئ بيجتذب للروايه اكتر. فبالتالي ما بيجتذبش للعلم، لان الكتب العلميه بتخاطب العقل، اما الروايه بتخاطب العاطفه. فمشروعي الادبي هو الدمج بين دول بعلم محدد، العاطفه والادب، بين العاطفه والعقل او العاطفه والادب.
الدمج بعلم محدد وبعاطفة أو رواية قابلة للمط والتشكيل تساعدني أني أشتغل في مشروعي الأدبي بإذن الله، اللي هو المشروع الجاي إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله نرجع تاني أروى أروى هنرد رسوماتك دلوقتي، أتمنى الكنترول يكون جاهزة. كلمينا كده عن كل رسمة بتعدها إزاي، رسمتها إزاي، وبرضو معاكي السكتش هنشوف منه. نرد رسمات أروى يا شباب. دي رسمة، دي أول رسمة ليا خالص. دي كانت أول بورتريه خالص بعد ما خلصت الكورس وكده، بدأت إن أنا بقى أعمل بورتريهات. كانت 2017 دي كانت بداية البورتريهات بقى وكده، وكانت بداية رسم مش كانت قوي يعني، بس دي كانت أول رسمة بداية. أحمد حلمي، دي آخر رسمة كبير أحمد حلمي، دي اخر رسمه خالص، دي اخر رسمه رسمتها يعني. ده المستوى الاخير اللي انت وصلتي له؟ ده المستوى الاخير. هو في عايزه شويه حاجات برضو، بس انا ان شاء الله هعمل على طور من نفسك. هطور من نفسي. بقالك قد ايه بترسمي؟ بقالي 3 سنين ان شاء الله. جميل. دي تاني رسمه رسمتها، هي عجوزه فيها تفاصيل كتير قوي، تعبتني قوي الرسمه دي. كانت يعني قلت ان انا عايز اعمل تفاصيل، انا بحب ابين التفاصيل اكتر، وان انا اظلل وابين كل حاجه في الرسمه. فانا حبيت ان انا ارسم عجوز عشان ان انا اقدر ابين الملامح والتفاصيل. ورينا كده الرسومات اللي معاك في السكتش. دي انا برسم، وريها للكاميرا. دي رسمة عادية بالجاف من دماغي كده، فاللي هو ساعات بقعد ارسم مثلا من دماغي بالجاف ساعات ومش عارفة ايه وكده يعني. ودي كنت داخلة فيها مسابقة في الكلية. اديها شوية كده وكده يعني. مايليها شوية، معلش مايليها شوية. مايليها لقدام، مايليها لقدام قدام. كده تمام. وخدت فيها مركز يعني وكده. دي مركز في المدرسة؟ في الكلية. كلية تمام. ودي أول رسمة بألوان الخشب. دي أول ما بدأت ألوان خشب خلاص، لسه بدأ السنة دي يعني، وبعد ما خلصت ثانوية عامة فبدأت بقى أن أنا أرسم بألوان الخشب وشوف وكده. دي كانت أول رسمة خشب ليا. جميل. سيبي الورقة عادي كده ويجعني. ده أول بورتريه ألوان خشب، فانا حاولت ان انا اعمل على قد ما اقدر ان انا اعمل حاجه كويسه بالوان الخشب. وناس عجبتهم كتير قوي، قالت لي رسمك بالوان الخشب احلى من الرصاص، مع اني لسه بادئه فيه. لا جميل ما شاء الله. نشوف اللي بعدين. دي كانت رسمه كده يعني غامضه في نفس الوقت، بالقلم الجاف صح؟ بقلم الجاف والوان الازرق. تمام. الالوان الخشب الازرق بالاثنين. فانا انا بحب ارسم حاجه غامضه، ما بحبش يعني مش كل وقت البورتريهات وكده. لا جميله. انا حاولت ان انا اعمل حاجه. لا جميله جدا يا اروى. بس خلاص تمام. ده احمد حلمي. جميل والله، ما انت جميله جدا يا اروى. شكرا. ننتقل بقى في محمد. هل واجهت صعوبات في الرسم الجرافيتي؟ مش اي صعوبات، هي اول ما بدات انا كان عندي خبره في الالوان كويس. وانا كنت وانا صغير بتابع رسامين اجانب كتير على اليوتيوب، يعني متعلم منهم شويه. فاول ما بدات جت معايا. طب نشوف رسوماتك كده نعرضها لك ونتكلم عليها. اتفضل يا شباب. ورينا الرسومات اللي معاك. طيب عمال ما اهي رسمة الطفل. ديت موجودة وراه. كلمني وقالي اللي هو بيحبني وبيتابعني من بدري، وعيد ميلاده قرب وكان نفسه حد يفرحه وبيحب الرسم وكده، بس مش بعرف ارسم قوي. قال لي ممكن ترسمني. فانت رسمت. فرسمته. جميل. ديناصور. دي قلدت فيها رسام اجنبي. رسمه فوق سطح عند واحد يعني طلبها مني. جميله. ديت في محل بتاع فراخ. حب يعمل حاجه كريتيف. لا استنى. فعملتها وساعه ما نزلتها على النت وكده على جروبات، جابت تفاعل مع الناس جامد. على فكره لا جديده. شوف اللي بعديها. ديت دي رسمه فين بقى؟ دي برضك فوق سطح.
عند حد طلبها مني. فنان والله يا اسلام. انساب دي بقى دي الفنانه مي كساب. الفنانه مي كساب رسمتها بمناسبه عيد ميلادها. اول ما نزلتها على الفيس ما كملتش تقريبا دقيقتين وردت عليها على طول في نفس الوقت وعملت لي كانت اصلا شافت الرسمه قبليها ونشرتها عندها على الحساب الشخصي في الانستا وقالت لي اللي يعرفه يكلمني وانا محتاجاها وعجبتني دخلت عليها دي. فانا بعت لها على الانستا عملت شير بردك خدتها ونشرتها قالت لي عجباني قوي وعايزاها وبعت لها. جوكر ديت رسمه في الشارع عند واحد كان بيفتح بلاي ستيشن وكده فحب يعمل حاجه تخطف المحل شويه تجذب تلفت الانظار. ديت بردك في كافيه دي تحسها معقده شويه في الرسم تفاصيل. اسبريه بردك بدخل اسبريه مع الالوان تمام. سانوس غيرت في الرسم ديت حاجات كتير جدا غيرت الخوذه والخلفيه عملت تغيير الجذر برضه. بحب انا اغير في الرسومات كتير. محمد صلاح صلاح الفنان اللاعب الكبير محمد صلاح طبعا كابتن محمد صلاح ده اكتر لاعب انا بحبه رسمت اكتر من 7 صور تقريبا او 6 صور. دي روايه طبعا احمد هنجي لها بعد شويه. نشوف الرسومات اللي معاك جاهزه. تمام ماشي. ديت رسمة صديقة عزيزة عليا. قربها شوية. دي رسمة دي بمناسبة ايه؟ دي بمناسبة عيد ميلادها. فحبيت افرحها يعني وكده. جميل. دي رسمة الولد اللي هي اللي ورا. اتفضل. فعامل لك مفاجأة كده يا رب تعجبك. هوريها لك برضه كده. دي رسمة الولد اللي تمام. دي جميل. جميلة. لا ايه الجمال ده؟ جميلتك؟ ايه المفاجأة دي؟ تسلم. لا تسلم ايدك والله يا محمد. ايه الجمال ده؟ حبيت ابدع شوية واطلع حاجة لا جميلة كرياتيف شوية. لا جميلة جدا تسلم ايدك. مش عارف اقول لك ايه. الحمد لله هي عجبتك. لا والله يعني جميلة ما شاء الله والله. تسلم. ايه الجمال ده؟ الله يخليك. حاجة على قدنا كده. حبيبي لا محمد والله انت فنان جميل جدا. انا اغيب معاك شوية وانت اللي احمد. احمد ايه رؤيتك للادب وتاثيره على الانسان؟ طبعا الادب ده من الفنون زيه زي الرسم مفيش اختلاف بينهم ولكن فكره الادب بمعنى مختلف شويه ان الناس بتفتكر ان الاديب ده او الكاتب ما هو الا عباره عن كلمات او بيقولها في كتاب وخلاص لانه تاثيره ابعد من كده بمراحل كتيره جدا. خلينا اقول مثلا ان احنا عندنا علم زي علم الطب، علم زي علم الصيدلة، علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم الأحياء، علم الجيولوجيا، علم الفلك، كل العلوم دي علوم والأدب علم هو الأساس لكل العلوم دي. أكيد. طب خليني أوضح أكتر. يعني الناس اللي بتقول إن ده أنت بتقول كلام وخلاص أو بتكتب حاجات وخلاص. كلمة الأدب جاية أصلاً في اللغة من كلمة مأدبة والمأدبة هي التي يجتمع حولها الناس ليتناولوا الطعام عشان بيتغذوا. فالادب هو اللي بيغذي العقل بيغذي العقل وبيغذي الروح. مش بس كده احنا عندنا القران الكريم نثر يعني نوع من الادب. الانجيل والتوراه نثر نوع من الادب. الخطباء الخطبه بتاعه الجمعه حتى انت كاعلامي لما تيجي تخطب او تيجي تتكلم ده نوع من الادب. حتى تاثيرها وصل لكل بيت. ازاي؟ انت لما تيجي تشوف دلوقتي مسلسل واثر فيك وشكل من شخصيتك ده من حوار وسيناريو من أدب طبعا من الأدب. الأغنية اللي أنت بتتأثر بيها ده من شعر والشعر من الأدب. فبالتالي الأدب هو اللي بيشكل الروح وبيشكل العقل بطريقة كبيرة جدا. فبالتالي هو مهم. يعني لو من غير أدب هتطلع دكتور بس دكتور مش بيفكر أو مهندس مش بيحس أو حتى تطلع ضابط ما عندوش الضمير اللي يساعد على أمن الوطن. وأنا عندي مقولة دايما بقولها الضابط بيحمي الحدود والدكتور بيعالج المرضى والمهندس بيبني العمارات عشان الأدباء والعلماء والمبدعين هم اللي يشتغلوا. جميل. حلو المقولة. لا جميلة جدا. أحمد أنت أحمد لأروى أروى الفنانة بتاعتنا. أنت أول فنانة أو رسامة تيجي البرنامج دي مقولة يعني. وبرضو محمد أول رسام بعد طفل طبعا محمد محمود كان اول طفل رسام. يعني انتوا اول رسام للبرنامج ان شاء الله.
اطلق عليك اروى رسامه او فنان بين الكلمات، وهكذا برضو محمد فنان وشرف ليا. شرف ليا اروى. ازاي اكيد واجهت انتقادات اكيد، ازاي كنت بتواجه الانتقادات دي بقى؟ ان انا بسكت وبضغط على نفسي اكتر في ان انا اطور نفسي. والناس بتشوف شغلي بعد كده ان هم بيسكتوا. يعني مثلا ناس كتير قالت لي انت ممكن ما تنجحيش في الرسم ده، انت ايه بترسمي رسمك مش حلو، التسيح احسن من التظليل، انت التظليل مش حلو خالص فممكن بيبوظ البورتريه. قلت لهم لا، انا واثقه في كل شغلي وواثقه ان انا هوصل لحاجه ما حدش وصل لها قبل كده باذن الله. اكيد باذن الله ان شاء الله يا اروى. مين كان بيشجعك في موضوع الرسم انك تكملي رسم؟ والدتي ووالدي وخالته. هم دول كانوا بيشجعوك؟ الله يرحمها. دول اكتر ناس كانوا بيشجعوك. جميل يا اروى. محمد اكيد كنت بتواجه انتقادات اكيد. قبل ما ابدا حاجه انا بشكرك جدا 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 على الصوره دي، يعني فيها ابداع ما شاء الله. مش عشان انا اللي مرسوم، لا 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 والله يا بسم الله ما شاء الله عليك. ابداع معنى الكلمه. جمال الصوره، الدمج بتاع الالوان، الخلفيه، الباك جراوند بتاعها، التفاصيل. لا انت لا، التفاصيل بتاعتها واضحه. يعني اهم حاجه في اي رسمه بتكون التفاصيل دي. التفاصيل دايما تعرف الرسام او الفنان. أيوة من جمالها. يعني بتعرف الفنان الكبير او الرسام من التفاصيل. فانت فنان كبير جدا يا محمد، وليك مستقبل كبير باهر ما شاء الله عليك. محمد اكيد واجهت انتقادات انك بترسم او الرسم ده انت بترسم، يعني ايه الرسم انت بترسمه؟ ازاي كنت بتواجه الانتقاد دي؟ هو انا بصراحه ما شفتش انتقادات. انا كل شفت الناس بتشجعني كتير. هي تقريبا من فتره، من سنه، نزلت رسمه لمحمد صلاح، واحد قال لي مش حلوه، مسحتها، خدت راي الناس بيني وبينهم كده كتير، عجبته نزلتها تاني. يعني ما لقيتش انتقادات كتير، بس كتير كنت بلاقي ناس تطور من نفسك في حد احسن منك، تطور من نفسك في حد احسن منك. بالظبط، هو الانتقادات الايجابي، النقد الايجابي ده. بسمع منهم عادي، ما بزعلش جدا، بطور من نفسي وبحاول. انت طور انت بالك قد ايه بترسم يعتبر؟ من وانا صغير برسم. من وانا صغير خالص والدي بيرسم، انما جرافيتي وكده ثلاث سنين. لسه ما كملتش ثلاث سنين، بس هو ثلاث سنين. لا جميل ما شاء الله، وليك مستقبل كبير جدا يا محمد. احمد هنعرض روايه. اتكلمنا عن الغلاف بتاع الروايه، جات لك الفكره منين، ازاي تفاصيل الروايه جات لك. هنعرض الغلاف واتكلمنا عن الروايه. غالبا انا بكتب شعر من وانا عندي 11 سنه. اتجهت للنثر شويه لان هو اطوع واسهل بكتير من الشعر، وبالتالي فكان قرار كويس لاني اتاثرت بالنثر شويه وبدات اطور نفسي في الروايات. قريت كتب للفن الروائي لديفيد لودج واستمتعت بها جدا. حابب اني اعمل فن روائي او روايه، اعمل روايه مثقله بالعلم الروائي ومثقله بالعلم العلم الدنيوي. فبالتالي الروايه اصلا الغلاف، انا اول ما بدات اشتغل على الروايه قعدت فيها سنه، كنت بكتب وبقعد شويه وبعدين بكتب وبقعد شويه لحد ما قررت ان انا اتعاقد مع دار النشر. دور النشر كانت كويسه جدا، ويعني الموضوع كان سهل ويسير. اللي هي طبعت لك الروايه حاليا وبشارك فيها في المعارض، معرض اسكندريه شاركت، والشيخ زايد، والقاهره باذن الله في شهر 5 باذن الله ان شاء الله. معرض من القاهره ده تعبنا والله. يلا بقى الحمد لله. الحمد لله. للتذكير، الحلقه سابقه كان معايا هنا ضيف اسمه محمد حسن. الحلقه دي انا توقعت تاجيل معرض الكتاب او الغائه، خبر حصري هنا برنامج بطلع الاخبار الحصريه. اروى فنانه كبيره رغم صغر سنها، دي اقل وصف ممكن اوصفه ليك. الرسومات والتدقيق والتفاصيل دي كانت بتواجه مشكله، يعني اكيد في رسومات كنت بتواجه مشاكل فيها او مشاكل في الرسم. ايه المشاكل اللي كنت بتواجهها؟ يعني كنت مثلا بواجه مشاكل في نسب الوش او كده، ويعني التظليل هو اتحسن معايا دلوقتي، بس النسب لسه شويه ممكن ان انا اطور منها اكتر باذن الله، وان شاء الله يعني وان شاء الله تبقى كويسه في المستقبل باذن الله. باذن الله. واجهي كلمه شكر للناس اللي وقفوا جنبك، ساندوكي، ساعدوكي.
تطوري بنفسك؟ بقول لهم انا بشكركم جدا وربنا يخليكم ليا بجد، لانكم ساعدتوني جدا وقفتوا جنبي وخلتوني اطور من الموهبه دي، وان شاء الله باذن الله انا مش هقلل من ثقتكم، باذن الله هكون حاجه كبيره في المستقبل باذن الله. ثقتهم ان شاء الله باذن الله. محمد الفنان، وجه كلمه شكر للناس اللي وقفوا جنبك ساعدوك انك تطور من نفسك. انا بحبكم جدا وفرحان جدا ان انتوا بتشجعوني دايما، وانا كل ما بسمع منكم كلمه حلوه برسم احسن. احمد، وجه كلمه للناس اللي وقفوا جنبك ساندوك شجعوك انك تكمل كتابه. انا طبعا بشكرهم، ويعني دي حاجه بتدعمني جدا وبتاثر على مستقبلي بالايجاب، وحابب اوجه شكر لربنا قبل اي حاجه لان هو السبب في وجودي هنا، ولو وصلت بعد كده وجيت اقعد مع حضرتك ان شاء الله وبعرض فكره المشروع الادبي بشكل اكبر ان شاء الله باذن الله. هيكون برضو السبب الاول والاخير والدايم هو ربنا باذن الله. التذكير برضو، انت احمد اول برضو الفقره دي يعتبر انت اول كاتب برضو يدخل برنامج بين الكلمات، ان ما كان كلهم يعتبر شعراء بنات، فانت اول شاعر ولد، اول كاتب ولد يدخل برنامج بين الكلمات. شرف ليا كبير، شرف لينا جميعا. هناخد فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل مع فقره شعريه غنيه. ناخد فاصل سريع ونرجع لكم. ورجعنا بعد الفاصل، وزي ما شفنا في فقرتنا الاولى كان معانا رسامين وكتاب جمال جدا. في الفقره دي معانا شعراء وكتاب. هنبدا بالشعراء اللي معانا النهارده والشاعره طبعا اسراء حسين. اهلا بيكي اسراء، عامله ايه؟ اهلا بحضرتك. وطبعا منساش الشاعره ايمان سليم. اهلا بيكي يا ايمان. اهلا بيكي. اول برضو اول شاعره منتقبه في برنامج بين الكلمات. الحمد لله. وطبعا الكاتبه نور عبد الرحيم. اهلا بيك. عامله ايه يا نور؟ الحمد لله. ومنساش طبعا عازف الناي وعازف بين الكلمات عمرو عبقري نور. ازيك يا عمرو؟ منور انت يا عمرو حبيبي. نبتدي معاكي يا نور. معاكي يا اسراء. اسراء، ازاي اكتشفت موهبه الشعر عندك؟ هو انا اكتشفتها في اواخر سته ابتدائي، كانت في بنت بتلقي فانا حبيت القائها جدا، يعني القائها كان حلو جدا، فروحت للمس بتاعتي وقلت لها ان انا عايزه اجرب. فكنت بلقي حبه حاجه كده، بدات اكتب، كتبت اول قصيده عن مصر وكده، فحبيت الدنيا، بدات اكتب لحد يعني ما وصلت للنقطه دي. ايمان، ازاي اكتشفت عندك موهبه الشعر وبالذات انت منتقبه؟ لا انا بكتب من زمان جدا. يعني من يمكن من وانا في ثانيه اعدادي كده يعني. وفضلت اكتب فتره جامده، وبعدين دخلت جامعه وانشغلت شويه بس كان يعني انا كان كتبت كتير اللي هو ما اللي هو ما كتبت سايباه من فتره. يعني انا قعدت يجي حوالي فتره الجامعه 4 سنين ما بكتبش بقى اصلا، ما نسيتش الشعر. طبعا البني ادم اللي بيكتب اكيد ما بينساش طبعا، ما بيعرفش اللي هو بيحن تاني للقلم والكتابه، فاهمني؟ فانا اكيد غصب عني لازم ارجع تاني اكتب يعني. بس جميل. الكتابه بيبقى ليها اسلوب مخصوص وتفكير، وبالذات في القصص والروايات والخواطر. ازاي بدات تكتبها وامتى؟ وانا بدات في اولى اعدادي، كنت يعني كان في مشاكل كتير في الفتره دي، فكنت عايزه حاجه ان انا اطلع فيها مشاكل وكده، فكنت بدات اكتب وكده، وكان ليا ناس صحابي يعني كانوا بيشجعوني في الموضوع وان كتابتي كويسه وكده، بس لحد ما طورت الموضوع وكده، وبعد كده اشتركت في مبادره عشان انزل بقى اللي انا بكتبه يعني. جميل. نرجع تاني للشاعرة إسراء. إسراء، محضرة إيه تسمعوا لنا النهارده؟ محضرة قصيدة اسمها بتوحشني. اتفضلي. اتفضلي معاكي اللقاء ومعاكي عبقرينو. جاهز عبقرينو؟ جاهز. اتفضلي. بتوحشني قصاد الكل بتقولي طريقي ليا ده لوحدي وطريقك ليا من بعدي، أنا همشي أنا همشي، ويحلف لقانا وهوانا وقصصنا وحكايتنا عن النيل بإني في يوم ما حبيتك وإني خلاص أنا نسيتك. بتوحشني عيوني بتبكي من الحسرة، دموعي نزلة مكسورة، أنا فايقة أنا فايقة، وعارفة بإن أنا بحلم، فهل يعقل
سيبني في نص حكايتنا وتهمل ايدي للغربه. ده انا فاكره كلامك ليا على الماضي وانك جيت لي تداوى مجروح واقف هنا قصادي. بتقولي سابتني للعالم وسلبت مني احلامي وانغامي وعشر الكام سنه لقدام. انا تعبان خديني وضميلي ايديا انا بردان ومش عارف ايه فيا. طبطبت على قلبك قلت ما تخافش العالم لسه ما كفرش العالم لسه بخير. اتاري الخير كان ليا شر من يوم ما جيت وطلبت بر وقابلت ناس مش هي وبعت العالم لاجل انك تكون ليا. مش هقدر احكي عليك كلمه هقول بس بانك كنت لي غنوه واحلى غنوه بسمعها واني كنت لك دبله في وقت ما تزهق بتقلعها. كلنا بنسلم جرح البعض العالم جرحك فجيت لي وهتجرح قلبي فهتمشي وانا هجرح حد فهيمشي وهيجرح حد من بعدي والدين هيدان وساعتها مش هيبقى خساره عشان الدنيا دواره وهيجي حد في يوم يقولك انت بكفايه عشان قلبك صبح عربيه نقاله وكل يوم بقى ليه حكايه. وانا برضك واقفه وبتفرج هتجيلي في يوم وبتعيط وهتيجي في يوم وتحكيلي انا اتسبت وجيت وسبت وتاني اتسبت انا جايلك عشان تعبت. وهرد تاني بكفايه حولت الحب لقساوه والكبر عمى قلبك بكفايه. كم حد اتظلم من الحب كم حد كان نفسه يتحب. علاقات بتموت في قلوبنا وبتبني الكره والقسوه. انا اسفه انا ماشيه زمان كنت لك ضلك وبيتك لما تحتاجني. هتيجي في يوم وهتقولي رفضت النعمه بايديا هتيجي في يوم وهتقولي رفضت النعمه بايديا. كان فين احساسك وضميرك لما انا جيت لك وانا ببكي لك. الحب في قلبي خلاص اهو راح مش ورا انا سبته واقدر اقول ان انا هرتاح. بس سؤال هو انا وحشاك ولا لساك بتفتح وتقفل في بيبان. ويا ترى كم باب مفتوح للغير ويا ترى كم قلب اتصاب بالسم ويا ترى لساك بتقول بتحب. طب والله وحياك كل اللي ما بينا انا اسفه الواقع واقع مني وحياك كل اللي كان بينا. لو لسه في دور جاي على التانيه اوعى تسيبها حبها وكانها ليك دنيا. انا اكتر واحده هتفهم احساسها وانت سايبها. وبلاش تبقى لها انت الحيه وتبان كملاك وتصيب قلبها بالسم معاك وبكده يبقى لك قصه جديده وتكون فيها انت الكسبان. بس سؤال هو انا وحشاك ولا لساك هو انا وحشاك ولا لساك. ابدعتي اسراء ابدعتي احسنتي. ايمان جاهزة؟ جاهزة. هتسمينا قصيدتي؟ هقول جزء من نفسي اتوب. اتفضلي. صلي صلي مهما كنت بتعمل ذنوب اسجد لربك واشكي وابكي وقول له بكل خوف نفسي اتوب. روح له وارمي همك ده اللي تعبك بيه عليم وحده علام الغيوب. سيب معارفك او حبايبك ده اللي شغلك عنه شيء ملهوش وجود. لو كلامك فوق لسانك كان تقيل او حتى صعب ربنا الرحمن قريب وقربه اقرب بالوريد. السؤال بيطرح نفسه هل هعيش واموت غريب والحقيقه قال عليها ربنا الخالق اكيد. لو هتحيا فيها فتره فالدوام لله وللخلد العظيم هي فانيه مهما طال العمر ولا حتى النعم تزيد. يوم ما تيجي عليا محنه بتبقى منحه لرجوع جديد. بعد ما ابقى قصرت حبه ببقى راجع كل يقين كل تاكيد. مهما ضاقت بك وحملك فوق كتافك كان تقيل ادعي بس ده وعده حق وبكل لطف هيستجيب. لما تعرف انه سمعك وانه جنبك حتى وانت ملهي وبعيد يبقى تبكي وبخشوع من رجوعك ليه في يوم البصر هيكون حديد. اوعى مهما الدنيا تاخدك تحدفك لمكان بعيد مكان مظلم كل شوك تنسى فيه كل الوعيد. عايزه اقولك بص فوقك
اوعى تنسى ان وحده عليك رقيب، لو شيطانك ولا نفسك المسيء اذله فيك، خلي نفسك اللوامه تكون حديد، خد دليلك من كلامه، خلي قلبك يتشرح مهما كان ذنبك كبير، حاسه بيك حاسه بيك وبسوادك وبعيونك اللي شالت وجع بنار قادر يسيح الجليد، خايفه وانت برضو خايف والشيطان قايد فينا ومش عايز يسيب، لما بسمع صورة قاف ولا بقرأ الحديد قد ايه قاف بتوجع والحديد فيها آية بترجعني فرحان سعيد، لما تبقى غرقان في وزرك افتكر والنار بتنطق وبتقول يا رب يا رب هل من مزيد، الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله منها ومن جحيمها الشديد، نفسي أرجع نفسي أرجع وأبقى خالي من الذنوب ومن النحيب، نفسي لما أموت أكون بضحك وتحس كأني ميت شهيد، هي درجة عالية جدا والوصول ليها محتاج قلبي يكون منيب، يوم وقفنا بين إيديه يوم يشيب ومريب، والشيطان اللي زل فيك هيعمل نفسه ملوش ذنبه وبكل حسرة هتكون وحيد، يلا لسه قدامنا فرصة طول ما فينا العمر ماشي نقوم ونبدأ من جديد، واوعى تقسى على اللي خلقك وتنسى ضعفك وتنسى ان هو المجيد، يا ابن ادم يا ابن ادم العمر مره يبقى عيشه في المفيد. دي قصيده بتخاطب القلب والعقل والجوارح كلها فعلا، اننا نقرب من ربنا اكتر ونرجع تاني مهما ما ننساش الاخره مهما كان احنا راجعين يعني. لا احسنتي احسنتي يا امين خليك، انا سمعتي كده بس هنرجع حاجه كده لازم ما عندهاش المره دي. ايه ده؟ هتيجي هجيبها لك. نور اسمها ايه؟ هتقولي خاطر رتبها هي صغيره. اتفضلي. خاطره باسم او بتتكلم عن ايه؟ بوجهها رساله لحد. اه انا امل ان هو يعني يفهمها او توصل له باذن الله. اتفضلي. هل تسمح لي أن أعبر عن اشتياقي لك بالفرنسية؟ أتسمح لي بقول إنني لا أفتقدك بل أنت مفقود مني؟ أنت فقيد قلبي فقيد روحي وعقلي، أستجيد الرد أم ستجعل الصمت ملاذك الآن والهيب أسلوبك كالمعتاد؟ أم ستقول لي بالعربية أن الرحيل بلا عودة، أن الفراق تغلب الآن، أن الطريق سيكون طويل ومحاط بنيران اشتياقي لك؟ أم ستقول بوضوح أن هذه هي النهاية، النهاية بالعربية والفرنسية؟ أرانا الآن نفترق بالأساليب التي جمعتنا معا من البداية يا عزيزي. أبدأ. أكيد واجهت انتقادات يا نور في بالذات في كتاباتك، بتنشر كتاباتك خواطرك، الانتقادات اللي انت واجهتيها يعني. يعني كذا حد كان بيقول ان هو ما تكمليش وان ما تكمليش ومش موهبه تستاهل ان هي تكمل وكده وان مش حاجه مفيده. بس يعني انا ما كنتش مهتمه يعني. بس فده اللي خليكي بقى تاخدي الانتقادات دي تطوري من نفسك. وان انا يعني اظهر الموهبه قدام ناس اكتر عشان يعني انا لازم اتطور يعني. بس اسراء، ايه الانتقادات اللي انت واجهتيها بانك بتكتبي شعر والكلام ده كله؟ وازاي واجهتك الانتقادات دي؟ يا رب كتير قوي. ده انا يعني انا ما كانش حد خالص اصلا معايا فكره ان انا اكتب شعر او ان انا غير مثلا ممكن تقول ماما وبابا واختي توأم، انا عندي توأم وكده، فهي اللي كانت واقفه معايا واخويا محمد. في الاول كانوا رافضين وكده بس حاولت وكده، كانوا بيتريقوا الاول على شعري، ما هو ايه ده شعري ايه اللي هيطلعك وفي من الايام هيشارك. فانا برضو لحد دلوقتي بحاول ولسه هواجه كتير بس ان شاء الله هقرب من الحلم باذن الله. ايمان، واجهت انتقادات انك بتكتب شعر والمنقبه والنقاب، هل النقاب او الانتقادات دي واجهتيها ازاي في
توجيه انك لابسه نقاب وتقولي شعر ازاي وفاهمه وصوت المرقعه اه بالظبط. واجهت انتقاد ازاي بقى؟ والله يعني بص مدام اصلا صوت المرأة لو عوره يعني فانا ما ينفعش اتكلم. العوره اللي هي الشيء اللي ما ينفعش حد يشوفه اصلا يعني. فانا لو صوتي عوره ما ينفعش اتكلم خالص يعني. دي حاجه. حاجه ثانيه ان الشعر طول ما انا بكتب حاجه هادفه وحاجه كويسه خلاص. انا اهم حاجه كلامي ما يكونش ساذج وكلامي ما يكونش يعني مش اي كلام مستلهم. انا بكتب حاجات ليها فيها رساله بس. ف انا مش خايفه من كلامي يعني بس. اسراء نرجع لك ثاني. عايزين نسمع كده قصيده ثانيه منك. قصيده عن هي اسمها بحكم اوجاعي. اتفضلي. بحكم اوجاعي وبحكم قلبي اللي رماني وبحكم انه في يوم كان اسمه اذاني وبحكم جروحي اللي لهذا الوقت ما لمتش لكل اللي بقابله بيمشي وبحب الناس وبعاني ليه قلبي مصمم يتعبني وبحب الكل ومع ذلك بمرور الوقت في حد بيمشي ويسيبني. احكي لكم القصه كالتالي. انا بنت بتعشق البسمه وبترسم في وجوه الكل الضحكه وطيبه القلب دي معتاده والكلمه الحلوه دي عاده. انا بنت اتكسرت 100 مره. انا بنت اتكسرت 100 مره مع ذلك بتقوم كالعاده وبتثبت برضو انها اقوى. لكن والله الليل والاوضه الضلمه يشهدوا انها اضعف واحده. انا بنت اتسابت 100 مره من صحبه غدرت بس بقوه من قصه حب كانت في الاخر بمثابه صدمه. مش فارقه سنتين ولا حتى 8 ده يفرق بس انها كانت صادقه من قلبي. بس انا والله من قلبي بس انا والله حبيت واديت كل ما فيا وصرت الليل وهي الوحده يمكن يرجع لي واقول له سماح وانا هنسى انا كل جراح واعتبره ماضي وراح. انا قلبي خلاص في هلاك بيطب هو ازاز والكل عمال بيحدف طوب مكسور مخبوط مليون خبطه ملهاش لازمه. بس اهو دلوقتي في ازمه كان بس ليه من الاول بنقابل حلمنا فنسلم ونقول صادقين فنكمل ونقابل مشكلة فنعدي ومع ذلك شرخها بيعلم. أنا بنت بتحلم تتكلم عن كل معاناة بتشوفها. أنا بنت بتحلم تتكلم عن كل معاناة بتشوفها. أنت يا أسراء أحسنتي. إيمان هتسمعينا قصتي. أنا المذنب. اتفضلي. أنا المذنب وأنا الطيب. أنا اللي الحزن كتفني في أوجاعهم بقيت طيب وكتر الظلم خوفني. نفوسهم سودة مش نفسي وإحساسهم طلع كذاب ورب الكعبة كان نفسي يصونوا القلب فيهم داب. ده قلبي وعيني كانوا بيتهم وعشت سنين في قلب سراب وعمره ما بان في نظراتهم في يوم هتباع برخصة تراب. وعقل اتشل من الصدمة ما ظنش يوم يكونوا أغراب. بكيت من ضعفي قدامهم ما حسوش مني أي خراب. عذابي أصله كان منهم وطلعوا خونة مش أحباب. لا دول ناسي ولا أهلي لا دول أحباب ولا أصحاب. وعشت الغربة بين أهلي بقيت محتار في سن وجواب. حبايب خفت أخسرهم فشلت في نفسي ألف عتاب. وعلى أصحابي ضاع عمري وفجأة تحولوا لكلاب. في يوم هنسى اللي ينساني هقوم واتحدى أي نياب. ده بكرة الجاي علشاني رسمت ورود مسحت ضباب. مشاعر زيف وخدعوني سابوني في حيرة واستغراب. ونسيوا العشرة وباعوني وقالوا في حقي كان نحاب. وصمت العهد وباعوني وكل ده وبطلع سياب. دياما فيا بعدوني غريب امري عشقت ذئاب. لا 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 ده الجزئيه دي بالذات كفيله والله. جميل ابدعت يا ايمان. قبل ما ننتقل للنور اسراء كلمه شكر للناس اللي وقفوا جنبك ساعدوكي انك تطوري من نفسك وتكملي.
انا بس عايزه اوجه لبابا ان انا بحبه جدا جدا جدا، كان نفسي ان هو يكون معايا النهارده، والمحمد اخويا اللي هو ظهري وسندي اصلا، ومامتي بقى الحنيه كلها، واختي توام. وعايزه اوجه شكر اصلا اللي اكتشفوني المصري، هو مستر محمد مصري وميس نجوى ومستر ايهاب عبد الخالق. حقيقي بحبكم جدا، واصحابي اللي جنبي على طول، انا حقيقي بحبكم جدا. ربنا يخليهم لك يا رب. ايمان، كلمه شكر للناس اللي وقفوا جنبك وساعدوك تطوري من نفسك، حتى وقفوا جنبك في الانتقادات اللي انت كنت بتواجهيها. هو عامه يعني انا بشكر اي حد يعني كان جنبي، اولهم طبعا اهلي، يعني هما في البدايه كانوا نفس موضوع اسراء برضو، اللي هو لا ازاي والشعر والكلام ده، بس طول ما انت جواك حاجه بتعافر عشانها هما اكيد بيساعدوك، هما بيحبوا لك الحاجه اللي انت بتحبها اكيد يعني. فانا طبعا يعني انا كان نفسي برضو بابا يكون موجود معايا دلوقتي وكده، وده غصب عنه يعني. وعايزه اقول له ان انا نفسي ان انا اكون حاجه كويسه جدا، يكون هو فخور بيها طبعا في يوم من الايام، واي حاجه بعملها عشان هو يبقى فرحان بيا، مش عشان انا والله. وطبعا شكر لصحابي اللي وقفوا جنبي وساعدوني، واخواتي طبعا يعني، محمد اخويا، محمد اخويا ده 10 سنين بس، يعني انا عارفه ان هو لو كان اكبر من كده ما كان هيبقى في ظهري جدا، ما كانش هيسيبني. ربنا يخليهم لك يا ايمان يا رب. نور، كلمه شكر للناس اللي وقفوا جنبك وساعدوكي انك تطوري من نفسك. انا اول حاجه حابه اشكر ماما جدا، عشان هي اكتر حد كان عنده استعداد انه يفضل في ظهري على طول عشان تنمي لي موهبه اكتر، وبابا. وحابه اشكر حنين وايه وحبيبه صحابي جدا، عشان هما على طول كانوا داعمين ليا، ولحد اللحظه دي هما اللي شجعوني ان انا اجي هنا. ما كانش عندي يعني القدره ان انا اجي هنا، وهم اللي شجعوني ووقفوا جنبي، فانا حابه اشكرهم، وحابه اشكر اي حد كان بيرد رد ايجابي على الحاجات اللي انا بكتبها. جميل جدا، اشكركم، اشكرك اسراء، اشكرك ايمان، اشكرك نور، واشكر طبعا العازف الجميل عمرو عبقرينو. انتظرونا ان شاء الله وحلقه جديده الاسبوع الجاي، وراس السنه، واحتفال براس السنه مع برنامج بين الكلمات.